الخميس 22 من شباط، صباح سعيد وعطلة ونهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكل من يستنى بالعطلة من هلا صراحة. يسعد صباحك نورة. يسعد صباحك فرح، ويسعد صباحكم أنتم ومشاهدينا بآخر أيام وآخر حلقة بهذا الأسبوع. ونبدأ المشوار الصباحي برفقتكم اليوم. الأجواء مختلفة وسقوط الأمطار كان في هذه الليلة. رح نطمن على الطقس إحنا وياهم خلال جولتنا الصباحية. انت خوفتيني على فكره لما حكيتي اخر حلقه، فكرت خلصنا البرنامج. لا لا، اخر حلقه بس من هذا الاسبوع. بدي امشي معاكي انك انت مستعجله على العطله، وكلنا يعني مش بس انت. فنبدا المشوار الصباحي مشاهدينا كالمعتاد قراءتنا في جولتنا المحليه في الصحافه المحليه، ومنتبهها اكيد في الصحافه الاسرائيليه. من استديوهاتنا في قطاع غزه، موضوعنا بيئي ووقفتنا بيئيه. رح نتحدث عن تهديد المخلفات البلاستيكيه وتحديدا للبيئه البحريه مع بحر غزه والميناء الموجوده هناك. حيكون معنا شخص مختص في الموضوع لحتى نتعرف على التفاصيل اكثر. اكيد بنتابع صباحنا وبنتحدث من هنا استديوهاتنا في رام الله عن معرض أسبوع فلسطين السنوي الأول، حيث أعلن مؤخرا عن البدء للتحضيرات لعقد هذا المؤتمر يلي من المقرر أن يكون في إمارة الشارقة في شهر أيار. نتحدث عن أهم ما سيحمله المعرض، أهدافه أكيد، المنتجات الفلسطينية اللي رح يتم تصديرها وعرضها في أيام المعرض في شهر أيار. ضمن جولتنا الصباحية أيضا رح يكون لنا وقفة مع جمعية مساءلة العنف ضد الأطفال اللي مؤخرا اختتمت مشروع نحو طفولة فلسطينية آمنة. هذا المشروع كان بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. رح نتعرف على تفاصيل هذا المشروع خلال العامين اللي تم العمل عليه. أكيد نحكي كمان بمحطة صباحية خاصة لإرشادات معينة لتجنب التوتر الناجم عن العمل، وأكيد عدم اصطحاب هذا التوتر ليؤثر على المجالات الأخرى في الحياة وحتى في أيام العمل نفسها. آخر محطاتنا هي تجميلية، وإحنا بندعو كل عروس متوقع أن تعقد زفافها خلال العام الحالي إنها تتابعنا، لأنه رح نتحدث تحديدا عن مكياج العروس لعام 2018. ما هي الألوان الجديدة، الموديلات الجديدة اللي ربما في طريقة وضع المكياج، كل هاي التفاصيل راح تكون حاضرة ضمن جولتنا الصباحية. أكيد كمان ننسى التقارير اللي منحضرها مشاهدينا لكم وخلال هذا المشوار الصباحي. خلنا نروح لفاصل وبعدها نبدأ جولتنا في الصحافة المحلية، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. نبدأ في جولتنا قراءة لأبرز ما عنونت الصحافة المحلية، وببدأ الجولة من الحياة الجديدة والتي ركزت في عناوينها عن استشهاد شاب من غزة متأثرا بجروح أصيب بها شرق البريج الجمعة الماضية. الشاب هو أحمد محمد عبد ربه الحلو 19 عاما. الاحتلال أيضا هدم منشأ زمعة الله يتسلم علم الانتربول ويعلن رسمياً الربط الإلكتروني مع الجنائية الدولية. رائحة انتخابات مبكرة في إسرائيل. معاون لنتنياهو يتحول لشاهد ضده في قضية فساد. هذا أحد العناوين التي تناولتها الحياة الجديدة لهذا اليوم. المجلس الوطني يطالب بإدراج الكنيسة الإسرائيلية كبرلمان عنصري. نقرأ أيضا الشرطة تضبط معملا لتصنيع المواد المخدرة في أبو ديس، وألقت القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم بتجارة وترويج المخدرات في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة. نقرأ أيضا الحكومة تدين الحملة العدوانية ضد إدارة ترامب بسبب احتجاز أطفال، حيث أقامت منظمة الحقوق المدنية في نيويورك دعوة قضائية ضد المسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ما وصفته باحتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة. الصورة في أسفل صحيفة الحياة الجديدة لهذا الصباح هي لرافعات تضع منازل متنقلة في مستوطنة عميحاي الجديدة بين رام الله ونابلس، حيث حكومة الاحتلال تقيم منازل في أول مستوطنة جديدة بالضفة منذ أكثر من ربع قرن. بما يتعلق بدرجات الحرارة التي هي أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار. رح نطمن أكيد عن الحالة الجوية في وقفة خاصة مع دائرة الأرصاد الجوية. سفارتنا بالقاهرة تطالب المواطنين العائدين إلى غزة بعدم التحرك
ليلا. الجهة المقابلة أيضا من أعلى رأس الصفحة قراقع لا إصابات بين الأسرى في السجن ريمون. هذا ما طمأنه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع لأهالي أسرى سجن ريمون على صحة أبنائهم، مؤكدا عدم إصابة أي منهم بأذى في الحريق الذي شب في السجن بعد ظهر أمس الأربعاء. أقرأ من الصفحة الأخيرة من الحياة الجديدة عنوان هذه العلامات تدل على شرب القليل من الماء. يتحدث هذا المقال الصحفي عن أهمية شرب الماء، وطبعا ليس فقط لأنه المكون الأساسي 70% من جسم الإنسان هو من الماء، بل أيضا أنه يلعب دورا محوريا لإتمام عملية الأيض. ويمكن الاستدلال أيضا على قلة شرب الماء من خلال بعض العلامات مثل التعب، الصداع، ضعف التركيز، سرعة ضربات القلب وجفاف البشرة والإمساك أيضا. كما تابعت عن علامات أخرى يمكن الاستدلال على افتقار الجسم للماء من خلال لون البول، فاللون الأصفر الداكن أو درجات البني تعد هي علامة على قلة شرب الماء، في حين يشير اللون الفاتح إلى أن كل شيء على ما يرام. لتجنب هذه المتاعب الصحية ينبغي الإكثار من شرب الماء والسوائل غير المحلى بالسكر أكيد لعيش حياة صحية. أتمناها لكم دائما. نطلع أيضا من صحيفة الأيام واللي خصصت جزء كبير من صفحتها الأولى لأخبار الاستيطان الإسرائيلي المستمر. أتوقف مع الصورة المرفقة مع الخبر الأول وهي لمستوطنون يضعون منازل في مستوطنة عام حارة. نعم، نتابع جولتنا وأبرز عناوين صحيفة القدس التي تشابهت مع صحيفة الأيام والحياة الجديدة، حيث تحدثت سياسيون ومحللون إسرائيليون عهد نتنياهو انتهى مع تجديد الخناق على عنقه في ملفات الفساد. أيضا الخارجية الأمريكية سندرس مشاركة أطراف دولية في عملية السلام مستقبلا. وبما يتعلق بهذا الخبر أيضا الخارجية تطالب الإدارة الأمريكية بالتقاط فرصة السلام، وأبو الغيط يدعو العالم لدعم رؤية السيد الرئيس عباس لإحلال السلام. مما جاء أيضا الحمد لله يبحث مع السفير العمادي التكريس الدعم المقدم لقطاع غزة طبعا للنهوض بالخدمات الأساسية المقدمة لأبناء شعبنا في القطاع، خاصة بظل استمرار الحصار الإسرائيلي عليهم. الناطق الرسمي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، شركة اتصالات عربية تعاونت مع الأونروا والكويت قدمت لنا 900,000 دولار. الأردن يؤكد ضرورة استمرار الأونروا بتقديم كامل خدماتها للاجئين. مما جاء أيضا وعلى الصفحة الأولى إسرائيل ترفض الكشف عن الخط الأخضر لأسباب أمنية، طبعا بذريعة أن هذه المعلومات تعرض إسرائيل للخطر. نقرأ أيضا روسيا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن سوريا اليوم وارتفاع عدد الضحايا في الغوطة، وغوتيريش يطالب بوقف النار فورا. أيضا نبقى بالأخبار العربية، داعش يقتل 20 مهربا من سكان الأنبار قرب الحدود السورية العراقية ويسرق شاحناتهم. وفي عنوان ملفت أيضا وبين قوسين نحن أعدمنا صدام حسين، هذا تصريح منسوب لمسؤول إيراني يترك صداه في العراق. محللون مبادرات السيد الرئيس نقلة نوعية في المساعي الفلسطينية لإجهاض صفقة القرن. ويقول أيضا أحد مجلة أمريكية مجلة من لندن تقول تحت عنوان جهود ترامب لعقد صفقة القرن تواجه انتكاسة جديدة. هذا كان أبرز ما جاء على صفحة القدس. أذهب إلى الصفحة الأخيرة من الأخبار المنوعة وخلينا هلأ نروح للديكور فرح. الخبر اللي يتحدث في الصفحة الأخيرة من صحيفة القدس، حركة جديدة في التصميم الداخلي تدعو إلى الفردية في اختيار الأثاث. يعني مرت فترة لموضة معينة أنه عند اختيار أثاث المنزل لازم يكون في تشابه ربما في الألوان في الأشكال طريقة وضع الأريكة تصنيفها، حتى أنه لازم يكونوا كلهم طقم واحد، والناس بتهتم كمان بعدد المقاعد بالمنسوجات، تهتم كمان بارتفاع الظهر وغيره. ولكن الحركة هلأ الموضة القادمة هي الاهتمام بالفردية، بالمعنى أنه ممكن يكون في عنصر مختلف تماما عن التصميم المتواجد أو المعتمد في المنزل.
ممكن هو اعتباره أحد أسباب الموضة. طبعا هو كان كمان حل لكثير من المشاكل اللي قد تكون اللي بيهتم بأنه يكون في له قطعة أسرية مثلا تهتم في الوالد مثل الكرسي المعين، ولكن ما بيكون بناسب مع الطقم المتواجد أو التصميم، ولكن أجت هاي الموضة الجديدة لتحل هذه الإشكالية. نكتفي بهذا القدر؟ صحيح. رح نتابع في الصحف، ولكن الإسرائيلية بعد هالوقفة القصيرة، خليكم معنا. صباح الخير من جديد لكل من بتابعنا في فلسطين هذا الصباح وهالجولة الصباحية. ومثل ما ذكرتي نورة، بدنا نطمن على أحوال الطقس، لهيك معنا عبر الهاتف مدير دائرة الأرصاد الجوية المهندس يوسف أبو أسعد. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح نورة، صباحك فرح، صباح خير لكافة الأخوة المشاهدين والمستمعين. اختلفت الحالة الجوية عما كانت به بالأمس واليومين الماضيين والارتفاع الذي كان لنشاهد الأمطار صباح هذا اليوم، يعني تفاصيل أكثر عن الحالة الجوية لهذا اليوم والأيام القادمة. نعم، اليوم بإذن الله أجواء جزئية إلى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والتي تبقى أعلى المعدلات بدرجتين مئويتين، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بثلاث درجات مئوية المسجلة العظمى في القدس 16 درجة. هذا تحدث دائرة الأرصاد الجوية هذه الليلة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية. مرور سريع على درجات الحرارة في المحافظات المختلفة مهندس يوسف. نعم، درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما هي في القدس العظمى 16 والصورة 10، رام الله والخليل 15-9، نابلس 17-11، جنين وصوداس 21-10، باريحة 24-13، الأغوار الشمالية 22-11، بيت لحم وتنفيذ 16-10، طول كلب وخلقيديا 21-11، في غزة وخادم 20-12، وأخيرا رفح 21 العظمى والصورة 11، والله دائما أعلى وأعلى وأسمى النتائج السلام للجميع. أكيد نتمنى هذا ما نتمناه أكيد للجميع. كل الشكر لك مهندس يوسف أبو أسعد مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، يسعد صباحك مرة ثانية. شكرا لك، ومنتابع في جولتنا الصباحية مع الزميل فايز عباس بعد هالوقفة. أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، من واصل صباحنا هذا ومنكون مع أبرز معنونة الصحافة الإسرائيلية لهذا الصباح مع زميلنا المختص بالشأن الإسرائيلي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح نتنياهو. مش سيء. ليه؟ على الرغم من كل اللي بيصير، الاستطلاع رأي أجري بالأمس للقناة الثانية مرة ثانية، وننتقل لسدهاتنا في قطاع غزة ولزميلتنا بيداء معمر. بيداء صباح الخير. سعد صباحك بيداء. صباح النور إليك نورة، صباح النور إليك يارا، صباح الخير لكل السادة المشاهدين. فعلا من الضروري أنه نحصل على بيئة نظيفة سليمة بعيدة عن أي تلوث خاص.